اخر حدا بيضله بالتخت هو رح يربح معنا. يلا ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم عندك فيديو كتير غريب. هون عندك ثلاثة تخت. فكرة انه اخر حدا بيضله بالتخت هو رح يربح معنا. لسه ما عليك يسعدينك. كل واحد يا جماعة عنده مخدة وراء يشيل المخدة وفي ورقة يطلع الورقة ويخرى. يلا يلا تعالوا هون ورا. شو بتقول؟ ماي هوا صحراء. ليش انس ماي؟ عندك ماي؟ لانه دائما دائما انس بتخاف لماي. والتخت انس بتروح داخل المسبح. بيصير عندك هوا يعني هون بس بالهوا يعني هون محل ما انا صح؟ لا 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 تخت بيصير بتروح بالهوا فوق. واخر شيء يوسف جايز لانه يوسف ما بتحب الصحراء دائما بتقول هار هار هار. تخت انت بالصحراء. او ماي جاد. يلا نبلش الفيديو جايز. لا 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 اوكي جايز بس قبل ما نبلش الفيديو حط لايك سبسكرايب فعلوا جرس جايز. يلا يلا بسرعة. بفكر هذا هدي سهل. لا انا بفكر انه هذا اخر يوم بحياتي. او ماي جاد جايز شوفوا التخت بنص المسبح. انس حيكيف هون. طب انس انا اول واحد ده قلب فيي. مش متفقين هيك. انس 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 انس. او ماي جاد. يلا 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 زو 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 زو. يلا مليف. انا ما راح اطلع من هون. راح اضل اخر واحد نايم على التخت. الحين دور بيسان. او ماي جاد بتخاف. اوكي جايز بس قبل نبلش الفيديو اليوم انا نزلت فيديو جديد من ابلكيشن 360 فيوز. اذا ما بعرف انا عندي قناه بالابلكيشن 360 فيوز وبتسوي فيديوهات مجنون بس بال 360 جايز. بتشوف كل الزوائر كلكم بترو لانه ها فيديو جديد كتير بجنن. لينك بالديسكربشن جايز. يلا 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 يلا, يلا كمل الفيديو. اوكي يلا بيزا. لازم 50 شخص. خلصوني. لا انا عندي فكرة حلوة بعمل هيك. يلا جو. اصلا هو تخت غير. لوين لوين شلون شوف. او ماي جاد. لا ما اذا وقعت بتموت. انا هاي لعبة انتحار مش تحدي. انا رفيق بل انت بدك يعني اموت. انا عندي كثير صديق يعني بدون واحد صديق عادي. انا عندك يعني 6 صديق يعني بدون واحد My خمسة. نوار بتخاف. نوار نوار. كم متر هي مو؟ خلي بترو فوق انا بتكون. جايز والله من غير ما يطلع انه عالي. او خلاص. وحياة الله بخوف ولك اقسم بالله. جدعان عشان تعرفوا انا طولي 194. بصوا هي فين. ففرق في المسافه كبيره. احنا اوريدي فوق مترين هنا فوق ولسه هيطلع كمان. اوكي جايز الحين انا مع انس بيسان فوق الهواء وانس داخل الماي. الحين بكل انا بتنام. اكيد ما بتنام بس كذب. خليه بالماي. قلت حمار انت. بمسحش بالارض. جايز لانه انا بتسوي شوي هرامي بعطيك الماي. اوكي بدك ماي؟ اوكي يلا ها. لا 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 ما بدك ماي. اوكي انا بعطيك ماي اشرب. خلاص ما في اشرب. ودلوقتي احنا حنرفعها لفوق حتوصل ل 11 ولا 12 متر فوق. بيسان جاهز؟ لا. واحد اثنين ثلاثة. ما 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 والله عظيم. لا اكثر 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 اكثر. الحين بس 5 متر بس حال شيء بتروح 30 متر. جايز انا حاليا فوق. شوفوا تحكي كثير في سيارات. انا سوري ما عم بقدر اتحرك كثير بس عم يقولوا لي لا تتحركي لانه اذا تحركت باي باي. الحين بيصير فوق انس بالماي. اخر شيء يوسف. جايز الحين انا بتروح الصحراء مع يوسف. جايز بصراحة انا مش عارف ده هو جايب. بصوا جايب ايه يا جدعان وعايز يودي السرير للصحراء. انا هون. انت بتروح لعالك. ايه انا عندي كاميرا بتشوف كل شيء. اوكي كل شيء. يلا طيب. ادخل بالتخت بس لا 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 لا, لا. اول شيء لازم تخت بالسياره بعدين بالصحراء. يلا يلا جايب شاحنه كامله عشان يشيل السرير ويوديني للصحراء. انت مجنون يا مو. الجو حر. يلا باي يوسف. باي, باي. انا هوريك يا مو. باي.
انا حاليا انا فعلا نايم في نص الصحراء يا جدعان زي ما انتم شايفين، فمش عارف الموضوع. مو بيسان كلم كتير، مو هحرك هحرك، مو 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 انا لازم بشوف هحرك ولا لا. لا مو هرق والله مو هرق عايش حبايبي. بصراحة والله فيديو متخلف، أول مرة بشوف حد بحط خيط جوا المسبح، بحط خيط في الصحراء، بحط خيط في الهواء، شو الهبلات. واحنا جايين في الطريق لسه شايف إن كان في جمالين هناك، والسواق كمان بيقول إن في تعابين هنا وعناكب. أوكي جايز أنا بفكر بيسان لازم تروح فوق شوي. بيسان كل شيء منيح؟ لا أحسن شيء إذا بتروح فوق وفوق وفوق أنا ما أسمع أي شيء. مو ليز لا شو بقول أنا ما أسمع. بتقول فوق؟ فوق أوكي أوكي. شوف شو حاطين هون، شو بخير حاسه قاعد بقلب. فاضي فاضي جايز، أبشع تحدي بعمله بحياتي التحدي إنه المفروض أنا نام، بس أنا صراحة طاروا من عيوني النوم. كيف بدي نام هيك زهقان وخايف؟ الرجل اللي معايا المفروض إنه هو يتكلم معايا بس ما بيعرفش يتكلم ولا عربي ولا إنجليزي. أنا عند بيت مو تقريبا، يعني بيتك كله بتشوف. أنا أوكي جايز، الحين أنا عندك تحدي لبسان. أوكي عندك كرة الباسكت وهون عندك نت. أوكي جايز تحدي وانا فوق اوريدي، انا بتحدي يعني. بس يا جماعه بيسان اذا دخل الطابه بالباسكت رح تنزل شوي، اذا ما دخلتها رح تطلع فوق اكثر. بيسان لازم بيسان بس هيك. شوف انا بسوي. لا لا قاعد شوف شوف اوكي خلص. بسوي بسوي واحد هيك. اي قاعد انا بعطيك كره لبيسان بسرعه. اوكي مو بليز يعني لا تضربها هون. يلا انا دايما بلعب سله من تحت السله، اول مره بلعب سله من فوق السله. واحد اثنين شو هذا؟ انا بتخاف اقرب. اوكي فوق فوق فوق. يلا يلا شو هذا؟ ما في مزح. صرنا ما عاد نشوف بيسان خلص. شوف جايز مره ثانيه اطلع لفوق فوق فوق. شوي فوق. لا انت بتسوي انت بتسوي فوق 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 فوق. يا جماعة لازم تركز بيسان، لأنه إذا ما تركز هلا رح تصير فوق 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 كتير. على المربع المربع. أيوة مربع هذا الفوق، المربع الفوق ضربية عليه تنزل فيها. أوكي لازم تجي تحت. كفو بيسان كفو كفو. تحت تحت تحت. بس بس لانه بيسان صار فوق وما بتنام، الحين شوي ريلاكس هون. المي صارت تتفج جوا البالون وحياة امي. لا 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 ما بصير ما بصير يا ماما يا ماما ما بصير ما بصير يا ماما ماما مشان الله ما بصير تنكسر. الحين انا جاي فوق لانه بشوف كل شيء حلو. صير تحت تحت داون داون داون. اوه ماي جاد. اوكي جايز الحين بيسان شويه تحت. اوكي وانا لازم بعطيك شيء لانه بيسان لازم اكله. يلا تعال. ليش لوين بدك تطلعني يا حبيب انت؟ اي وقت لازم اكله ماي شيء معها. حبايبي لكل حدا حابب ينحف طبق الشروط اللي راح اعملها وباذن الله راح تنحف. بتمدوا رجليكم لقدام، تحطوا ايدكم من ورا. واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع تعملوا 30. اوكي طبعا يا جماعه هلا رح نطلع بيسان دقيقه كامله باعلى شيء. اعلى 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 والله اعلى شيء. ايه اعلى شيء. لا مو مو مشان الله واحد مره بس. هلا حيطلعوني لفوق ما بعرف، مع اني انا فزت بالسله. خلص ستوب ستوب. قلت لك شوي شوي ستوب. اوه ماي جاد. يا جماعة بيسان عم تحكي وهي عم تبكي. والله العظيم أول مرة بشوف بيسان لهالدرجة خايف. شوفوا يا جماعة هذا مو وهي بيسان، يعني بشي 10 من مو فوق. يلا أنا أجيب تحت. لوحدك في الصحراء يا وحدك في الصحراء لوحدك في الصحراء يا صحراء يا صحراء. حنتجن في أم الصحراء حنتجن. واحد اثنين.
إذا بتحب فيديوهات هيك جايز وصلتها فيديو 250 ألف لايك لأن أنا بتسوي فكرات مجنون. جايز أنا تقريباً صار لي هون ساعة ححاول نام لأنسى أنا اللي فيه. أنا دلوقتي جعان جداً. جعان 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 بطريقة مش طبيعية وعطشان يعني حتى شفايفي بص بص هتلاقي شفايفي هنا. تتوقع إن هو ممكن يكون في حاجة هنا في الإدراج ولا حاجة ممكن يكون سايب لي أكل ولا حاجة. يا ايه ده؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. مش سايب لي حاجة انا جعان وعطشان يا عم عايز اكل. بيسان يا حمار يا حمار بتسوي رقص بتسوي رقص بتسوي رقص خلص حرام والله العظيم. اوكي جايز لانه بيسان لازم باكل اليوم انا بتسوي تكنيك حلو. اوكي okay؟ انا شخص منيح يعني بدي بيسان باكله. انت شخص حيوان. اوف جايز شوف شوف انا بعطيك لاكله وتقول انا شخص حيوان عندك شوكولاته لانه بتقول انا حيوان انا باكل واحد يعني يعني يصير واحد نص هون. اوكي okay عادي شو بعمل بالنص تبعك؟ Yeah, like this. Okay. Oh my god. Okay, well, yeah. My guys, كل شيء داخل. يلا. اوف ثقيله. شوي شوي. يلا. وصلت؟ شوي شوي باخذها. ايه اوكي. Guys, شوفوا انا عم بشرب مي، عم باكل. جايز بالصراحة الحين انا تعب خليه بيسان نوم فوق شوية وان شاء الله بتشوف بعد يعني 5 ساعات ولا 6 ساعات ما بعرف. اوكي جايز واخيرا الحين انا بالصحراء. اوكي انا جاي هون لانه بتشوف يوسف شو بتسوي. رفيقي بتقول هو بدناه. اوكي جايز الحين يوسف هون. اوكي شوف 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 يوسف شو؟ اوه ماي جاد ده انت؟ لا مو لا انت اول خسر بالتحدي. انا اسف انت ما بتفوز بس اوكي جايز واخيرا بعد ساعتين الحين انا جاي مع انس. انس بتنام مره ثانيه. يلا يلا انا فزت بالتحدي. لا بيسان فوق راح اظني هون مش راح اروح من هون. انا عندي فكر. لا 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 ما في شيء. يلا انت بتروح جيم. جايز اوف 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 انس الله يا سعدينك كل حدا بتنام بس انس بتروح الجيم. لا لا انكسر لا 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 لانه انس مريض. انا عندك فكره تاخده بالمي اذا انكسر البالون بترو تحدي المي. انس بفكر ذكي انت لازم نص المي. ليش هون حط له بنص المي ان شاء الله. لا يلا يا جماعه ان شاء الله هتاخد تريب الماي. تايتانيك يا جماعه تايتانيك. لا بترو تحت لا تاخذ يعني جنب الماي. حرك 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 ولا حبايب الناموس اكلني اكل يا جماعه. شلون بيصير لحد الان متحمله فوق؟ انا ما عم شوفوا هلا فائت. انا تعبت فوق صراحه. اول شيء خايفه اني اوقع وانا نايمه. ثاني شيء صوت السيارات صرعني كثير شوب يعني صراحه شوب شوب. انا نمت شوي بس ما بقدر اكمل نوم. خلص نزلني. لا ما بدي بتفوز. لازم فوز. شو بدي افوز؟ يمكن هني بالصحراء يناموا بالمي يقدروا يناموا. انا ما عم بقدر لاني بوقع. اوكي جايز الحين تقريبا 5 ساعات. انا بدي هات هدي 24 ساعه بس بيسان بتقول انا تعب انا هار. اوكي يلا جايز بيسان برا. بيسان برا خلاص يفوز بس ما فيني. بسم الله الحمد لله واخيرا شفت الارض شوي شوي. اوكي لا اوكي كفو كفو يلا بيسان واخيرا خلاص انا بتروح البيت يا جماعه. يلا اوكي جايز واخيرا فائز التحدي انا. جايز تايتانيك تايتانيك يلا مرة. لا 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 انا اطلع اطلع انا
اللي فزت. خلص الفيديو، بس بحب اقول اخر شيء، كلكم بترو لقناتي من 360 فيوز، لينك بالدسكريبشن. سبسكرايب، باي.